السلام عليكم. في بادئ الأمر أحب أرحب بأعضاء الرابطة العربية لعلوم المواد والنانو تكنولوجي فرع العراق. اليوم محاضرتنا راح تكون ندوة علمية. محدثتكم الدكتورة رشا خالد صبري من جامعة الموصل. سوف أحدثكم اليوم عن موضوع التحلل الضوئي لمياه الفضلات بواسطة الجزيئات النانوية. Photo degradation of wastewater by nanoparticles. بل في بداية الأمر سنتعرف على معنى wastewater وعن معنى photo degradation، ثم ننتقل إلى nanoparticles. Outlines، الخطوط العريضة لمحاضرتنا اليوم. سوف نتعرف عن المياه الفضلات وأنواعها، عن طريقة المعالجة المتقدمة advanced oxidation process، عن الفوتو ديجريديشن مينز، ماذا نعني بالفوتو ديجريديشن، ماذا نعني بمصطلح النانو، أنواع المواد النانوية التي تستخدم في معالجة مياه الفضلات، وسوف نتعرف عن هيستوري تاريخ الفوتو كاتاليست، أيضا عن النانو فوتو كاتاليكس والفيوتشر ريسيرش. ماذا نعني بالويست ووتر؟ الويست ووتر في مصطلحنا وهو مياه الفضلات أو مياه الصرف، هو عبارة عن مياه. طبعا على سبيل المثال لو نأخذ مياه المنزل، المياه القادمة من المنزل هي قادمة من محطة الإسالة، ماء إسالة يعني صالح أيضا للشرب. هذه مياه الإسالة لما تختلط مع شوائب، على سبيل المثال استخدمت هذه المياه في غسل الأطباق، غسل الملابس، أعمال تنظيف المنزل، سوف تتلوث بهذه الشوائب من منتجات التنظيف، من منتجات من مساحيق غسيل، بالتالي سوف تنتج لنا مياه فضلات. وتعتمد مياه الفضلات على مصدرها، يعني على سبيل المثال مياه الفضلات الخارجة من المنازل تختلف خصائصها عن مياه الفضلات الخارجة من المستشفيات، أيضا تختلف عن industrial wastewater عن مياه الفضلات الخارجة من الصناعة. إذا حسب المصدر طبيعة المكونات وطبيعة الفضلات وخصائصها تختلف باختلاف مصادرها. بشكل عام الويست ووتر مياه الفضلات تتكون بنسبة 99.9% ووتر مياه، the remaining part الجزء المتبقي هو فقط 0.1%، لكن يجب أن لا نستهين بهذا الرقم 0.1%، ليس بالكمية الصغيرة لأن حجم الفضلات حجم كبير، إذا 0.1 سوف تنطينا كمية كبيرة من الفضلات. هذه الفضلات تتمثل بكونها قد تكون مواد عضوية، قد تكون غير عضوية، قد تكون مايكرو أورجانيزمز، جراثيم مرضية، أنواع مختلفة من الأحياء المجهرية، أو قد تكون في بعض الأحيان تحمل مواد دوائية، مبيدات، حسب المصدر مياه الفضلات. هذه مياه الفضلات تطلق إلى البيئة وتصل في نهاية الأمر إلى الأنهار أو الجداول أو البرك. في بعض الأحيان يتراوى في أذهاننا هل المياه التي تصل إلى الأنهار والجداول هي ضمن محددات الصرف الصحي؟ ما معنى محددات الصرف الصحي؟ ما معنى المحددات المسموح بها؟ يجب أن تدخل هذه مياه الفضلات إلى محطات معالجة. في أغلب الدول العالم نستخدم محطة المعالجة التقليدية، هذه محطة معالجة تقليدية تتكون من الجزء الأول primary treatment معالجة أولية، ثم تليها معالجة ثانوية. سوف أقوم بشرحها بشكل سريع لأن هو ليس موضوعنا الأساسي، ولكن يجب أن نشرحها لغاية في نفسي، سوف أتكلم عنها لاحقاً. خلال هذه المحطة سوف يتم معالجة أي نوع من المكونات المياه الفضلات، سوف يتم معالجة الفضلات التقليدية، المكونات التقليدية. ما هي المكونات التقليدية؟ الفضلات التقليدية الشوائب، Total Suspended Solid، المواد الصلبة العالقة الكلية، عندنا المواد العضوية القابلة للتحلل البيولوجي وغير القابلة للتحلل البيولوجي، الكربون العضوي الكلي، النيتروجين بأشكاله، الأمونيا، النترات، النتريت، وعندنا أيضا الفوسفور، وعندنا المايكرو أورجانيزمز.
هذه الملوثات، هذه الشوائب سوف يتم إزالتها بواسطة هذه المحطة التي تتكون من معالجة أولية ومعالجة ثانوية. المعالجة الأولية بشكل مختصر سوف تتكون من مصفات سكرينينج، ثم يجينا حوض إزالة الرمال والحصى كريت تشامبر، وثم حوض الترسيب الأولي حيث تترسب المواد الصلبة، ونأخذ هذا الماء الرائق الذي قد يحتوي على مواد عضوية وكذلك أحياء مجهرية. ثم في المعالجة الثانوية سنستخدم معالجة بيولوجية، سنستخدم هنا أحياء مجهرية لأن الأحياء المجهرية تتغذى على المواد العضوية. هنا استخدم طريقة الهوائية، سوف نتخلص من هذه المواد العضوية. ثم بعدها حوض ترسيب ثانوي ونأخذ الرائق. هذا الرائق، شوفوا هذا الكلام شو يقول: discharge to surface water or tertiary treatment in indeed. هون سوف يتم تصريفه إلى النهر أو إلى أي مصدر مائي، إلى النهر، إلى جداول، إلى برك. لكن أكو ملاحظة، قد يحتاج إلى معالجة ثالثية. متى نحتاج إلى المعالجة الثالثية؟ أحتاج إلى المعالجة الثالثية إذا كانت المياه حاوية على هذه الشوائب التي نسميها الشوائب المستجدة emerging pollutant. ما هي emerging pollutant؟ على سبيل المثال النفايات السائلة الدوائية pharmaceuticals، home care products منتجات التنظيف المنزلي، industrial products المنتجات الصناعية، الهرمونات خاصة النساء الحوامل في خلال إدرار والفيسس هنالك وجد هنالك الكثير من الهرمونات. عندنا المبيدات بيستيسايد، إذا وجدت هذه في مياه الفضلات سوف لن يتم إزالتها عن طريق هذه المعالجة التقليدية البرايمري تريتمنت والسكندري تريتمنت، إذا تحتاج إلى معالجة متقدمة. طبعا لازم، نسيت أنوه عن موضوع، لازم تكون المياه ضمن المحددات البيئية المسموح بها. غالبا نعتمد Environmental Protection Agency Criteria، محددات وكالة حماية البيئة، أو قد في بعض الأحيان نعتمد على WHO وهنالك أيضا المواصفات العراقية حتى نطرحها إلى النهر. لكن إذا احتوت على هذه الشوائب المستجدة Emerging Pollutants يجب أن تعالج معالجة ثالثية. يجب أن تعالج معالجة ثالثية. لماذا؟ لماذا يا ترى؟ السبب هو لأن هذه المواد emerging pollutant لا تهدد، تشكل وتهديدا وخطرا فعالا على البيئة بسبب تنوعها، أيضا قدرتها على البايو أكليميشن. إيش معنى البايو أكليميشن؟ يعني التراكم الحيوي. ما معناه؟ على سبيل المثال إذا كان هنالك في النهر أسماك، هذه الأسماك سوف تتراكم في داخلها هذه الشوائب المستجدة emerging pollutant. على سبيل المثال كان لو كان هنالك ملوث الأموكسيلين وهو من الملوثات الدوائية، سوف يتراكم داخل جسم السمكة. بالتالي أنتم تعرفون الأسماك هو مصدر غذائي للإنسان، ثم قد تنتقل إلى الإنسان عن طريق الأسماك. إذن من مشكلات هذه الشوائب لا تعالج بالمعالجة التقليدية، وإحنا محطاتنا في مثلا في مدينة الموصل أو في محافظات العراق عامة المحطات هي فقط معالجة تقليدية مثل ما تكلمنا عليها، معالجة أولية وثانوية وتتوقف إلى هنا. إذن لازم نعرف مصدر مياه الفضلات ولازم نفحص خصائص مياه الفضلات. إذا وجدنا أحد هذه الملوثات يجب أن تعالج معالجة ثالثية. سوف نأخذ اليوم أحد طرق المعالجة الثالثية وهي طريقة المعالجة المتقدمة Advanced Oxidation Process، عمليات الأكسدة المتقدمة. مثال على عمليات الأكسدة المتقدمة هو المعالجة بالتحلل الضوئي. إذن سنتعرف الآن عن ما معنى Advanced Oxidation Process. Advanced Oxidation Process هي أحدى طرق المعالجة الثالثية التي تستخدم للتخلص من هذه الشوائب اللي تكلمنا عليها، الشوائب المستجدة Emerging Pollutants، عن طريق إنتاج أيون الهيدروكسيل الحر، أيون الهيدروكسيل الجذر الحر Radicals OH. هذا حيكون عبارة عن مادة مؤكسدة قوية. إذن تقنيات أو أنواع الـ Advanced Oxidation Process سوف تصنف وفق طرق إنتاج أيون الهيدروكسيل الحر، مثل إلى إليكترو كيميكالز،
أوزينيشن، فينتون بروسيس، سوناليسيس، راديوليسيس. طبعا الكتروكيميكالز هي طريقة كيميائية وكهربائية. أوزينيشن تعتمد على الأوزون في عمليات الأكسدة. الفينتون بروسيس تعتمد على الحديد الثنائي والثلاثي في عمليات الأكسدة والاختزال. سوناليسيس على الأمواج الصوتية، راديوليسيس على الطرق الإشعاعية، وآخر شيء الفوتو دايجريديشن اللي هو عنوان ندوتنا اليوم ومحاضرتنا اليوم. سوف نتكلم ونسلط الضوء على الفوتو ديجريديشن. لا يسعفنا الوقت للتكلم على كل الأنواع، لأن كل نوع من هذه الأنواع هو عبارة عن بحر كامل علم بحد ذاته. إذن سوف نسلط الضوء اليوم على الفوتو ديجريديشن كونه الآن مثل ما نقول قضية العصر. سوف تم التركيز عليها الآن في الآونة الأخيرة على طرق الفوتو ديجريديشن، لأنها تعتمد على الأشعة الشمس وهي صديقة للبيئة. لكل طريقة من طرق المعالجة في علم البيئة يجب هنالك سايد إفكت وهنالك ديس ادفانتج وادفانتج، يعني عندنا سلبيات وإيجابيات. من سلبيات المعالجة المتقدمة إنها هاي كوست، ذو كلفة عالية. لماذا ذو كلفة عالية؟ لأن تحتاج إلى الكتريك، إلى مصدر طاقة، إذا تحتاج إلى كهرباء، إلى مصدر ضوئي، تحتاج إلى مصدر ضوء. إذا استخدمت أنا مصدر الطاقة المتوفر حيكون هنالك الكتريك، إذا كلفة الكهرباء. أيضا إذا استخدمنا طريقة الأوزونيشن نحتاج إلى طريقة لإنتاج الأوزون، أوزون جينيريشن، أيضا هي تعتبر هاي كوست. إذا للتغلب على هذه المشاكل وبالأخص مشكلة الكهرباء سوف نستخدم الطاقة الشمس، سولار راديشن، الطاقة الشمسية، وبالتالي سوف تكون أيضا صديقة للبيئة لكونها طاقة نظيفة. سنستخدم طاقة الشمس في تحلل هذه الشوائب والتخلص منها في مياه الفضلات. إذن سوف نسلط الضوء على الفوتو دايجريديشن، على الفوتو دايجريديشن. ما معنى الفوتو دايجريديشن؟ سوف نجزئها. فوتو معناته لايت مثل ما تكلمت سابقا، اما نستخدم مصدر ضوئي لكن هنالك حيكون طاقه، يعني نحتاج الى طاقه كهربائيه، او نستخدم ضوء الشمس وهي الطاقه النظيفه. دايجريديشن يعني تحلل، تحلل مثلا هذه الشوائب. ما معنى كاتاليسيس؟ هسا حتشوفون هنا وضعت علامة ستارت. ليش وضعت علامة ستارت؟ لأن قد أستخدم المحفز وقد لا أستخدمه. في حالة عدم استخدام المحفز، الفوتو إذا استخدمت فقط ضوء الشمس، يمكن تتذكرون قبل جداتنا كانوا يحطون الماي على الشمس تقول حتى يتعقب، هو صحيح يقتل الجراثيم، يقتل البكتيريا، لكن إذا كان هنالك شوائب، هاي اللي تكلمنا عنها، شوائب الدوائية، شوائب المبيدات، سوف يتم تفككها، ولكن قد لا يكون التفكك أو الإزالة 100%، قد تصل في بعض الأحيان 50%، 40%، قد تصل إلى 20%، قد تصل إلى 60%، تعتمد على طبيعة نفسه المكون، هو إيش يا بوليوتنت عندنا، أي ملوث عندنا، تعتمد على طبيعة البوليوتنت وخصائصه، إذا ممكن يتفكك بأشعة الشمس أم لا. إذا استخدمت كاتاليست، ما معنى كاتاليست؟ ما معنى كاتاليكس؟ كاتاليكس يعني محفز. أستخدم مادة محفزة تدخل في التفاعل وتخرج بدون أن تترك، يعني بدون أن تتفكك هي، يعني راح تدخل في التفاعل، تسرع لي عمليات التفاعل فقط وتخرج. يعني على سبيل المثال إذا أخذت مثلا إذا أخذت التيتانيوم أوكسايد، التيتانيوم أوكسايد وهو مادة طبعا ذات كاتاليكس عالي، لها قدرة على التحفيزية عالية. أش رح يعمل؟ سوف يعمل فقط في تسريع عمليات التفاعل وإنتاج أيون الهيدروكسيل الحر اللي تكلمت عنه بعد ما يتعرض إلى إضاءة الشمس. بالتالي هنا فقط يسرع للتفاعل فقط، ولكن لا يتأثر هو ككمية، هو لا يتأثر، فقط يسرع لعملية التفاعل. أيضا لو أخذت على سبيل المثال قشور البيض، قشور البيض هم تعتبر مادة جدا ما يعني لها خاصية ابتزاز عالية، ودعمتوها مع مواد أخرى بحيث أصبحت مادة هم محفزة، مثلا دعمتوها مع التيتانيوم أوكسايد، أيضا تستخدم فقط في تسريع التفاعل، يعني ما هي تدخل أو تتفاعل ولا تسوي لنا تلوث.
إذن تعتبر عملية التحلل الضوئي أحد طرق المعالجة المتقدمة. هذا الكلام ما التحفيز سوف نراه الآن في مثال. قبل ما أدخل إلى المثال سوف أتكلم عن النانو. لماذا سوف أتكلم عن النانو؟ لأن إحنا موضوعنا اليوم photo degradation of wastewater by nanoparticles. الآن افتهمنا شنو هو الفوتو، يعني استخدام طاقة شمسية أو مصدر ضوئي. افتهمنا degradation هو التحلل. افتهمنا wastewater شنو هو، مياه الصرف التي تحتوي على الشوائب، ونسلط الضوء بالذات على الشوائب المستجدة وهي قد تكون نفايات دوائية أو مبيدات أو غيرها، ونسلط الضوء على قلنا بواسطة النانو بارتيكلز. إذا لازم نتعرف على مصطلح النانو. ما معنى النانو؟ النانو بشكل عام، النانو تكنولوجيا الآن تستخدم في علم الهندسة، في علم العلوم، في علم الطب، موجودة. ما معنى النانو سكيل؟ النانو سكيل يجب أن تتراوح بين 1 إلى 100 نانومتر. على سبيل المثال هنا ممكن ملاحظة هذه قطعة القماش. هذه قطعة القماش عبارة عن نانوية مصنعة بشكل نانوي. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أي المسامات البوروسيتي مالتها تتراوح بين 1 إلى 100 نانومتر. أشوفون قطرة المطر بحيث لم تدخل داخل القماش، لأن المسامات جدا جدا متناهية في الصغر، قد تكون معدومة لا يمكن طبعا رؤيتها في العين المجردة. المسامات جدا متناهية في الصغر، إذن لن تتخلل خلال القماش، فقط سوف تنزلق. وممكن ملاحظة هذه الظاهرة أيضا في كثير من السيارات. هناك سيارات يقومون بطلائها بأصباغ نانوية بحيث تشوفها خلال الشتاء وخلال فصل الصيف، ليس هنالك لا أمطار تبقى عليها ولا الغبار، يعني أي جسم ينزلق عليها، لأن شنو لا يوجد هنالك مسامات حتى تتخللها وتبقى خلالها. إذن هذه من فوائد النانو، تكون عبارة عن مسامات صغيرة جدا بقدر تتراوح من 1 إلى 100 نانومتر. إذن أي مادة بهذا السكيل نسميها نانو، ضمن النانو سكيل نسميها مادة نانوية. على سبيل المثال هسه سمك الورقة، ما الورقة العادية اللي احنا نكتب عليها، هاي الورقة أشقد سمكة 100,000 نانومتر الثيكنس مالتها. الهيومن هير شعر الإنسان يتراوح الثيكنس مالته من 80,000 إلى 100,000 نانومتر. هذا السمك ما شعرة الإنسان، يعني سمك شعرة الإنسان أسمك، يعني هاي خلينا نقول السمك أكثر من هاي البوروسيتي، أسمك يعني أكبر، يعني البوروسيتي مالته يعني من 80,000 إلى 100,000. أما النانو سكيل يعني أكبر من النانو سكيل، النانو سكيل من 1 إلى 100 نانومتر، 100 نانومتر. طبعا هذه أيضا التقنية أو هي النانومتر موجودة في بعض الحشرات، تشوف عيونها بشكل نانوية تكون. مثلا عندنا الذباب، الذباب العين ما الذبابة تتكون من خلايا نانوية أيضا. هنا هذا بشكل توضيحي أكثر، هذا المقياس النانوي من 1 نانومتر إلى 1,000 نانومتر. تشوفون خلاله الرايبوسومات، الأنتيبودي، المضادات الحيوية، الفيروسز، الجينز. طبعاً أشوفون هاي أغلبها موجودة في أجسامنا، الرايبوسومات والأنتيبودي. إذن في خلقة الله، في خلقتنا إحنا موجودة أيضاً في أجسامنا الأجسام النانوية. الفيروسز على سبيل المثال الآن فيروس كورونا، يمكن سمعتم فيروس كورونا سكيل بالنانو، حتى ممكن يتخلل أيضا الكمامة، يعني يمكن سمعتم هاي المصطلحات، لأن الكمامة مساماتها مو نانوية، لهذا قاموا يصنعون كمامات ذو مسامات نانوية أصغر من السكيل مال الفيروس حتى لا يعبر، حتى لا يدخل الفيروس إلى داخل الكمامة ويصل إلى الجهاز التنفسي. إذن الآن سوف نتعرف على طرق ومواد النانو التي تستخدم في معالجة مياه الفضلات بشكل عام، وسوف نتخصص ثم نتخصص بالفوتو ديجريديشن. تقسم المجاميع التي تستخدم في معالجة مياه الفضلات طبقا إلى نوعية المادة النانوية إلى نانو أدزوربنت ونانو ممبرين ونانو كاتاليست. طبعا احنا حنسلط الضوء على نانو كاتاليست، لكن يجب ان نذكر هذه الانواع لانها هي من طرق المعالجات النانوية لمياه الفضلات.
سوف نتطرق في البداية الأمر على النانو أدزوربنت. ما معنى النانو أدزوربنت؟ أدزوربنت يعني مادة مازة، يعني هذه المواد لها قابلية كبيرة على جذب المواد، لها قابلية كبيرة، قوة الجذب لها عالية. مثل ما ذكرت قبل قليل عندنا قشور البيض، هو سطحه مادة مازة. يعني أشملت مادة مازة تستطيع جذب المواد على سطحها، عند قوة جذب تجذبها على السطح مالتها، بالتالي تلتصق على السطح. هي هاي عملية التصاق المواد على السطح بقوة الجذب، هذه تسمى خاصية الامتزاز. طبعا هذه الخاصية تساعدنا في إزالة كثير من أنواع الملوثات، وبالتالي هذه الخاصية إيش تكسب؟ تكسب تعطي إذا خاصة كان المحفز يحتوي يعني له قدرة أيضا على الامتزازية، لأن أي محفز له قدرة على الامتزازية أيضا، إذا الكاتاليكس بوتنشنال القدرة التحفيزية راح تكون عالية، راح يكون الرياكتيفيتي مالته عالية. من أمثلة عليها كثير من الأمثلة عندنا الجزيئات النانوية المعدنية، أو قد تكون ماغنتينكس مغناطيسية ممغنطة، أو قد تكون مثل أوكسايد من جزيئات نانوية بشكل أكاسيد المعادن. إذا هذه المواد لها القدرة على جذب الشوائب على سطحها والتصاقها، بالتالي حنسيل هذه الشوائب. من أنواع الأدزوربنت النانو أدزوربنت الهيدروجيل، الكرافين أوكسايد، كاربون نانو تيوبس، عندنا الميتل أدزوربنت، أكتيفيتد كاربون، بايو أدزوربنت، إيروجيل. الهيدروجيل يمكن أغلبكم شايفيها عن بائعين السمك، موجودة بقطع صغيرة من تضعها بالماء تنتفخ بهذا الشكل وتصبح بشكل كرات. هي بالأصل هذه مادة نانوية لها قدرة على امتصاص كميات كبيرة من الماء، لهذا تنتفخ، فيستخدموها خاصة مثلا في السنادين، حتى إذا كان هنالك فترة من الجفاف يخلوها حتى تمتص هذه المياه، وبالتالي الجذور تأخذ هذه المياه عن طريق هذه المواد النانوية. عندنا كرافين أوكسايد هو عبارة عن كربون مرتب ستركتشر مرتبة بشكل 2 دايميشن، أيضا يستفاد منه في إزالة كثير من الشوائب مثل الأصباغ والمعادن الثقيلة. كربون نانو تيوبس عبارة عن تيوبس من مادة الكربون مصنع، والمسامية مالته أيضا نانوية. وعندنا الميتل أدزوربنت وهي عبارة قد يعني معادن مثل أكاسيد المعادن، تيتانيوم أوكسايد، أكاسيد الحديد، أكاسيد الألمنيوم، أيضا لها قابلية على إزالة كثير من الشوائب مثل الأصباغ، الهيفي ميتلز، البيستيسايد. الأكتيفيتد كاربون هذا أغلبنا نشوف جداتنا قبل وإلى هسه أمهاتنا تضع قطعة الفحم في الثلاجة. ليش؟ لأن الفحم له قدرة كبيرة على الامتزاز، تمتز هذه الروائح والطعم من الثلاجة وتلتصق على سطحها، لهذا نستخدم الكربون كمادة ممتزة جيدة. عندنا البايو أدزوربنت، البايو أدزوربنت عبارة عن فضلات زراعية، يعني مثلا عند حصدنا محصول الحنطة، بقايا الحنطة أو بقايا محصول الرز هذه تطحن، ممكن نطحنها ونعملها إلى سكيل نانوي، طبعا بعد معالجات فيزيائية وكيميائية وبعد الغربلة حتى نصل إلى سكيل النانوي. تستخدم أيضا في معالجة كثير من الملوثات، يعني ممكن حتى نستفاد من هذا القش هذا يسمونه بايو أدزوربنت. وعندنا الإيروجيل، هاي الإيروجيل من ميزاتها تكون عبارة عن مسامية عالية تحتوي، والسيرفس إيريا أيضا لها عالي. طبعا هي مواد يستبدل السائل بها، المحتوى الرطوبة بها يستبدل بالغاز، وتسمى الإيروجيل، أيضا تدخل في كثير من الصناعات. إذا هذا مختصر عن النانو أدزوربنت. الآن ننتقل على النانو ميمبرين. أيضا الميمبرين إيش معنات الميمبرين؟ أغلبنا الآن في بيوتنا لدينا الفلاتر المنزلية، وحدة تصفية المياه. هاي وحدة تصفية المياه إذا تروحون تقروها، تقرون عليها وتطلعون، تروحون تطلع يعني تشوفوا كل واحد إيش مكتوب من هذه الفلاتر، مكتوب عليها ميمبرين. ميمبرين إيش معناتها؟ عبارة عن أغشية. طبعا تكون بورستي مالتها المسامية مختلفة، اكو هنالك احجام مختلفة. اليوم راح نركز على النانو، راح ناخذ على سبيل المثال النانو فلترز. طبعا هذه الصورة مكبرة 2000 مرة تقريبا. هاي المسامية اقطاع
المحتارة هي بالنانو. إيش قد المسامير بور سايز من 0.001 يعني 1 من 10,000 إلى 0.001 واحد بالألف مايكروميترز. ممكن ما دام المسامية نانوية إيش قلنا تزيل؟ ممكن تزيل الفيروسس، ممكن تزيل البكتيريا، ممكن تزيل السسبندد سوليد، أيضا ممكن تزيل جميع المعادن الثانوية مثل الأيونات الأيونات، أيضا ممكن تزيل الأملاح. يعني على سبيل المثال أكيد سامعين أغلبكم الدول اللي عندهم بحار يستخدمون طريقة التحلية، تحلية مياه البحر. التحلية إيش تكون؟ هم عن طريق أغشية نانوية. ممكن سامعين أيضا مصطلح ريفوزس أسمس، التناضح العكسي. إذا هذه أحزين لي هذه الشوائب لأن سكيل نانوي. إذا هذه النانو ممبرين. الآن سوف نركز اليوم على موضوعنا هو الأساسي النانو كاتاليكس. إذا إحنا قلنا فوتو دايجريديشن، التحلل الضوئي لمياه الفضلات بواسطة الجزيئات النانوية. سوف نسلط الضوء اليوم على الجزيئات النانوية التي تعمل كحفاز كمحفزات، على سبيل المثال التيتانيوم أوكسايد أو أكاسيد الزنك أو الآيرون أوكسايد أكاسيد الحديد. لماذا نستخدمها؟ مثل ما تكلمنا عندما نسلط الضوء سوف تتفاعل وتشتغل كمحفز، يعني تسرع لي سرعة التفاعل. بالتالي القدرة الفوتوكاتاليكس، قدرة التحفيزيات تزداد. إذا نحزين لي هذه الشوائب اللي تكلمت عنها من بكتيريا، من مواد عضوية غير عضوية، فيروسز، معادن، راح تخلصنا منها. لكن هنالك نقطة جدا جدا مهمة. هذا الكاتاليكس عندما نضعه يجب أن نضعه وفق محددات، ليمت، عندنا ليمت. يعني أنا ما أتجاوز الليمت، يعني أنا مثلا التيتانيوم أوكسايد مثلا أنا أحتاج هنا في هذا النموذج حتى أزيل الملوث مثلا الفينول أحتاج 1 ملغرام بير لتر، أو قد تكون 0.25 ملغرام بير لتر. ما يصير أنا أتجاوز وأضيف 100 ملغرام بير لتر، لأن إذا تجاوزت الحد المسموح حيصير هو أصلا يسبب لي كدرة بالمياه، هو حيصير ملوث وحيصير مؤذي. إذا لازم أنتبه أثناء إضافة هذه الكاتاليكس. إذا راح نفتهمها من الشكل التالي. قبل الشكل التالي عندنا هذا النانو تكنولوجي بشكل عام، تقنيات تصفية المياه بشكل عام، الطرق كلها عندنا النانو سينسر، استخدام متحسسات نانوية، عندنا استخدام الجزيئات الحديد، عندنا الكومبوزايت يعني إيش معناته، يعني يخلط أكثر من مادة ويعملها بشكل مركب نانوي، عندنا الفوتو كاتاليكس، عندنا النانو ممبرين اللي تكلمنا عنه، وعندنا استخدام جزيئات الفضة نانو سيلفر، وعندنا الكربون نانو تيوبس. اليوم سوف نسلط الضوء على الفوتو كاتاليكس باي تيتانيوم أوكسايد. إذن سوف يتم تسليط الضوء اليوم كمثال، لأن ما ممكن أتكلم عن التيتانيوم أوكسايد وأتكلم على كاسيد الزنك وأتكلم على كاسيد الحديد. سوف أسلط الضوء على مثال واحد حتى تفتهمون التقنية شلون يعني عتعمل. إذن الهيستوري مع الفوتوكاتاليكس، طبعا قبل ما نسلط الضوء عليها لازم نفتهم الفوتوكاتاليكس الهيستوري مالته. عندنا هذا العالم فوجوشيما هو رئيس جامعة طوكيو. طبعا هو اكتشف بالصدفة أثناء عمليات التجارب، طبعا هي تجارب وصارت هم صدفة، اكتشف طريقة لتزيئة ذرة الأكسجين من جزيئة الماء. سابقا قبل عام 1967 كانوا يجزئون جزيئة الأكسجين من جزيئة الماء، ذرات الأكسجين عفوا من جزيئة الماء H2O عن طريق طاقة كهربائية إلكتريك، لكن كانت مكلفة. قام استخدم تيتانيوم أوكسايد واستخدم أشعة الشمس، ضوء الشمس، وشاف هنالك انفصال جزيئة الأكسجين عن H2O بطريقة اقتصادية. التيتانيوم يعتبر مادة غير مكلفة. لماذا نحن نتكلم كثير عن التيتانيوم وكثير يستخدموها في البحوث؟ لأنها تعتبر مادة غير مكلفة، مادة خاملة مستقرة، ما سبب لنا كثير من المشاكل إذا تم استخدامها، كونها أيضا ومع إشعة الشمس اللي صديقة للبيئة في إنتاج الأكسجين. ثم عام 1972 تم اكتشاف الفوتوكاتاليكس
وكان يعني بعد ما اكتشف العفو تم تطبيقه. بعد ما أجرى هذا البحث عام 1967 تم نشره في إحدى المجلات البريطانية. في عام 1980 تم تطبيقه في الصناعة. تشوفون الفترة كلش قليلة، 67 بالـ80 تم تطبيقه في الصناعة. وإحنا مع الأسف في جامعاتنا، وما شاء الله علماء عندنا كم هائل من العلماء في كل جامعات العراق وجامعات الوطن العربي، نشوف إحنا عن نعمل هالأطاريح وهالبحوث وعلى فقط ترتب على الرفوف فقط، لا يتم تطبيق بها مع الأسف. شوفوا هي فترة قليلة جدا، من 67 إلى 80 تم تطبيقها في الصناعة. أيضا في عام 1992 تم إنتاج طبقة رفيعة ذات سمك قليل من التيتانيوم أوكسايد، وأيضا تم استخدامه في تطبيقات كثيرة منها التطبيقات الصناعية. إذن الآن سوف ندخل في موضوع الفوتوكاتاليكس. ما معنى الفوتوكاتاليكس؟ سوف أخذ مثال هو التيتانيوم أوكسايد. لو أخذت هذه، شوفوا هذا سكيل مختبري، هذا سكيل مختبري، هذا استخدم باج رياكتر. هذا الباج رياكتر شنو هو؟ عبارة عن دورق زجاجي سعته 1 لتر. الاسترار واستخدمنا استرار يعني ماغنتيك استرار مازجة. هنا وضعت الويست ووتر مياه الفضلات. لو خلينا نقول حتى يعني ناخذ مثال، لو اخذت مثلا ملوثات دوائيه على سبيل المثال الاموكسيلين، اخذت دواء الاموكسيلين، كان هذا المياه الفضلات ناتجه من معمل الادويه لانتاج مثلا الاموكسيلين. هذا الاموكسيلين سوف اعرضه لاشعه الشمس. اذا عرضه فقط لاشعه الشمس سوف تكون ازالته بحدود تقريبا 40%، لن تكون ازالته 100% ولا او تصل الى 90%. لكن عند إضافة محفز، وعلى سبيل المثال لو أخذنا التيتانيوم أوكسايد، إيش يعمل هذا المحفز؟ يعني هذا المحفز هو داخل هذا الخليط من المياه الفضلات. هذا المحفز، هذه جزيئة التيتانيوم أوكسايد. شوفوا جزيئة التيتانيوم أوكسايد عندما عرضها للطاقة الضوء، طبعا طاقة الضوء مالتها إيش قد تعادل؟ تعادل طول موجي مقداره 388. لماذا؟ لأن الإنيرجي جاب، فجوة الطاقة لهذه الجزيئة، طبعا لكل جزيئة كل مركب له فجوة طاقة. فجوة الطاقة اللي هي بين مستوى طاقة ومستوى طاقة أعلى عالي ومستوى طاقة يعني منخفض أدنى، هذه فجوة الطاقة كانت 3.2 إلكترون فولت للتيتانيوم أوكسايد. وهذه فجوة الطاقة تعادل مقدار طول موجي يساوي 388 نانومتر. هذا الطول الموجي واقع ضمن مدى الأشعة الفوق البنفسجية ultraviolet. إذن التيتانيوم أوكسايد يشتغل بطاقة الموجي الأشعة الفوق البنفسجية. إذن عندما نسلط الضوء وهي طاقة فوق البنفسجية، ضوء الضوء من الشمس، سوف تتحفز الإلكترونات من مستوى طاقة واطئ إلى مستوى طاقة عالي. إيش معنات التحفيز؟ إيش حيصير؟ راح تنتقل الإلكترونات من مستوى هذا الطاقة حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل. ينطلق الإلكترون، ينطلق من هذا المدار من هذا المستوى إلى هذا المستوى. عندما ينطلق هذا الإلكترون سوف ماذا يترك وراءه؟ سوف يترك وراءه فجوة holes. هذه الفجوة holes، هذه الفجوة عندما تتفاعل مع جزيئة الماء سوف تنتج لي أيون الهيدروكسيل الحر، وهو قلنا أيون مؤكسد قوي. أما عندما تنتقل هذه الإلكترونات إلى حزمة التوصيل، هنا هذا الإلكترون سوف يتفاعل، هذا الإلكترون سوف يتفاعل مع جزيئة الأكسجين الموجودة في أيضا في الماء، ويتكون لي أن أيون أكسجين أيضا بشكل جذور حرة. ما معنى الجذر الحر؟ ما معنى radicals أو H؟ ما معنى؟ معنى هذا تحتوي، أشوفون هذه الجزيئة أيون الهيدروكسيل تحتوي في غلافها الخارجي على إلكترون واحد. هذا الإلكترون يحتاج إلى إلكترون آخر حتى يكافئ المدار الخارجي له. إحنا مثل ما أخذنا إذا تتذكرون بالكيمياء في صف السادس، أخذنا النواة وحولها المدارات، كل مدار يحتوي عدد معين من الإلكترونات. هذا المدار الأخير يحتوي على إلكترون واحد.
يحتاج يعني مثل ما نقول هذا الإلكترون يحتاج إلى صديق آخر، يحتاج إلى إلكترون آخر. أش يعمل؟ لهذا يكون في حالة excitation. أش معنات excitation؟ في حالة إثارة، يعني عدم استقرارية، يريد يهاجم. على سبيل المثال مثل ما واحد يصير عصبي ويريد بالعراقي نقول يريد يتعارك، يتعارك بالضبط. هو هم نفس الشيء، أيون الهيدروكسيل حيكون يحتوي على إلكترون واحد في غلافه الخارجي، بالتالي يريد إلكترون آخر حتى يستقر، إذن راح يهاجم. أيضا الان أيون أكسجين هنا هم ريديكلز، هم بشكل جذور حرة، هم تحتوي على إلكترون واحد، أيضا يعتبر مؤكسد قوي، يريد يهاجم. هنا هاي الصورة حتوضح لكم أكثر. إذا قلنا هاي الإلكترونات وقلنا هاي الهولز الفجوات وهاي الطاقة الشمسية وهاي جزيئة التيتانيوم، هنا تكون لي أيون الهيدروكسيل الحر، وهنا تكون لي أيون الأكسجين أيضا الجذر الحر، واللي اثنيناتهم يعتبرون مؤكسدات قوية. شوفوا بسرعة راح تهاجم البوليوتنس الموجودة، الملوثات. هنا عندنا كسبيل المثال عندنا ملوثات عضوية، هاجمتها. بعد ما هجمتها ايش احتعمل؟ تحطمها. بعد ما تحطمها احتعمل ديجريديشن او مينراليزيشن، يعني طريقين. اما تروح الى الديجريديشن، ايش معنى الديجريديشن؟ يعني تحللها الى نواتج وسطية اخرى، الى نواتج وسطية. طبعا هاي النواتج الوسطية قد تكون مؤذية للبيئة وقد تكون غير مؤذية حسب المركب الاصلي هنا الموجود وحسب التفكك. هم يجب دائما مثل ما نقول يجب متابعته دائما وقياسه. أما المينراليزيشن وهي تحلل المادة العضوية هنا الشوائب بشكل كامل إلى CO2 غاز ثاني أكسيد الكربون وإلى H2O وإلى أيونات غير عضوية. بالتالي هذا التحلل ايش راح يصير لي؟ شوفوا هاي CO2 والH2O وأيونات الغير عضوية هي غير مؤذية للبيئة. إذن إحنا دائماً في شغلنا في أعمالنا البيئية في عمليات التحلل دائماً نطمح إلى الوصول إلى المينراليزيشن، لأش معنات التحلل الكامل إلى CO2 وH2O وأيونات غير عضوية inorganic. إذن بهذه التالة بهذه الحالة وصلنا إلى المينراليزيشن، التحلل بشكل كامل، وهي غايتنا دائما احنا في علم البيئة. لكن تعتمد طبعا هنا الى نوعية المركب نفسه، مرات ما نستطيع نصل الى المينراليزيشن، نصل الى الديجريديشن، يعني ننتج نواتج وسطية. وما بس تعتمد على نوعية المركب نفسه الملوث، تعتمد على نوعية الكاتاليكس المحفز. احتمال هنا التيتانيوم أكسيد ما يكون شغال مع هاي المادة، استخدم غير محفز مثلا أكسيد الزنك او أكسيد الحديد حسب. إذا تعتمد على نوعية المحفز، تعتمد على الطاقة الشمسية الموجودة، تعتمد على نوعية الشوائب. إذا هذا مختصر للنانو فوتو كاتاليكس. أيضا هنالك هذه الصورة توضحنا بشكل مبسط، هذا حيكون الأشعة فوق البنفسجية. طبعا هو هذا الرسم مكرر لكن حبيت أوضحه لأن شكله كلش يعني هاي الصورة واضحة. هذا التيتانيوم أكسايد، من التيتانيوم أكسايد ساعدنا هذا التيتانيوم أكسايد اللي عمل كمحفز، يعني سرع سرعة التفاعل، سرع إنتاج أيونات الهيدروكسيل الحرة اللي قلنا عبارة هي عن جذور أيون الهيدروكسيل المؤكسدة القوية. شوفوا هنا شون هاجمت هاي، هنا كان عندنا جراثيم خلايا جرثومية هاجمتها. بعد ما هاجمتها لأن تريد الإلكترون من عندها سوف تحطمها، وبالتالي تصل إلى حالة المينراليزيشن تنتج لنا H2O وCO2. فيوتشر ريسيرش، إيش معنات فيوتشر ريسيرش؟ الدراسات المستقبلية. هنا افتهمنا إحنا لي حد الآن افتهمنا إيش معنات الفوتو، افتهمنا إيش معنات الديجريديشن، افتهمنا إيش معنات الكاتاليكس الويست ووتر، شوائب الموجودة بالويست ووتر، افتهمنا مصطلح النانو أن تكون هذه المواد بمقياس النانو سكيل. لكن تمت الدراسات حاليا، قبل قليل ذكرت قد تكون الإزالة ما تصل إلى مثلاً 90% أو 95% في بعض الأحيان، حتى لو استخدمت محفز تيتانيوم، لأن تعتمد على نفسه المادة المركب الموجود عندنا الشوائب. في بعض الأحيان
نحتاج إلى نعمل دوبت. إيش معنى الدوبت؟ يعني مثل هاي الصورة تقريبا، يعني بالعربي يعني التغليف. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا جيت عملت دوبت للتيتانيوم بالنيتروجين، إيش معناته؟ التيتانيوم هو TiO2. إيش راح تعمل؟ ذرات النيتروجين، جزيئة النيتروجين راح تجي تحل محل جزيئة الأكسجين هنا. بهاي الطريقة إيش استفدت منها؟ إيش استفدت؟ في حالته الطبيعية التيتانيوم أوكسايد يشتغل قلنا في الطول الموجي اللي فوق البنفسجية ألترافولايت. أنا أريد أشغله في الفيزيبل ريجنز، في هذه المنطقة الفيزيبل ريجنز. إما الفيزيبل ريجنز عندما تكون طول الموجي 400 فما فوق، من 400 إلى 800 نانومتر. أقل من 400 في حالته الطبيعية يشتغل التيتانيوم أوكسايد. أنا أريد أشغله في visible regions. وجدوا الكثير من الباحثين عندما يشتغل في visible regions منطقة المرئية طعا قدرة تحفيزية أعلى التيتانيوم. شلون يخلونه يشتغل في القدرة التحفيزية أعلى؟ عن طريق الدوبت. أشملت الدوبت يغلفونه بغير مادة. إذا مثل ما قلت لكم على سبيل المثال، لو أخذت التيتانيوم ووضعت له النيتروجين، طبعا طريقة كيميائية وفيزيائية عندنا طرق، إذا حنضيف هنا أحتحل محل الأكسجين، أش هيعمل؟ يعمل زحف، هيعمل شيفتينج للتيتانيوم أبزوربشن، يعني امتصاص التيتانيوم هيعمل له زحف من منطقة الألترا فولايت فوق البنفسجية إلى المنطقة الفيزيبل ريجنز. وبالتالي من وصلناه إلى هذه المنطقة، الفعالية مالته الكاتاليكس التحفيزية ازدادت. ليش ازدادت؟ ليش هيزداد؟ احنا يعني لازم نسأل مع نفسنا، الصار فجوة اللي حكينا عليها، احنا نرجع الى طاقة الفجوة هنا، الانيرجي جاب. الانيرجي جاب للتيتانيوم اوكسايد هو 3.2. من دعمنا له وعملنا له الدوبينج بالنيتروجين، صارت طاقة الفجوة بحدود 2 الكترون فولت. اذا طاقة الفجوة قلت. من طاقة الفجوة تقل، من نسلط أشعة الشمس هذه الطاقة قلت، مستويات الطاقة قلت. إذا مثل ما نقول المسافة distance قلت، إذا راح تكون عملية انتقال الإلكترونات بشكل أسرع، تنتقل من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة أعلى بشكل أسرع. إذا التحفيز صار أسرع، وطبعا لهذا اشتغلت بالمنطقة visible regions، هذا المنطقة المرئية، بالتالي ازدادت الفعالية التحفيزية بسبب فجوة الطاقة قلت. طبعا هذا نوع من أنواع الطريقة، خلينا نقول هذا المحفز ندعمه. هنالك أكو طرق أخرى يسموها الكورشيال. الكورشيال عبارة عن تدعيم من مثلا، خلينا نقول هو نفسه هذا التيتانيوم أوكسايد، أدعمه بثلاث مواد أخرى، أدعمه أعملها مثل ثلاث أغلفة مثل السيليكات مع أكاسيد الحديد، ندعمها بحيث هم أيضا أحزيد القدرة التحفيزية، زي تخلينه يشتغل بغير طول موجي، ما مثل في الحالة اعتيادية يشتغل بالطول الموجي فوق البنفسجي، يشتغل بالمرئي، العمليات الأكسدة احتزداد وهكذا. إذا هنالك الكثير من الطرق، وهذا العلم غير محدود. يمكنك أنت أخي الباحث وأختي الباحثة، ممكنك إنتاج كثير من الدراسات عن طريق تغيير هذه الملوثات، عن طريق عمل دوبت مختلف، عن طريق عمل طرق كورشيا مختلفة، وبالتالي إنتاج كثير من الدراسات المستقبلية. طبعا شكرا للإصغاء. محدثتكم دكتورة رشا خالد صبري من جامعة الموصل. هنا مذكور إيميلي، البريد الإلكتروني، أي أحد يريد يراسلني ممكن يسألني عن أي سؤال يخطر بباله. أيضا هذه المحاضرة راح تنزل على قناة اليوتيوب الخاصة بالرابطة للعلوم التكنولوجي نانو تكنولوجي. إذا عندكم أي سؤال أي استفسار أتمنى تسألوني عن طريق التعليقات الموجودة باليوتيوب، لأن راح أتابعها إن شاء الله. وأي أحد يريد يتواصل مستعدة للتواصل وللتعامل، وممكن نعمل بحوث أيضا مشتركة. وأنا أتشرف اليوم معاكم بهذه المحاضرة، وأعتذر وقت المحاضرة كان يوم الخميس وما صار التسجيل، صار عندنا خلل، لهذا عدت التسجيل اليوم وراح ينزلوها إن شاء الله على قناة التليجرام. وشكراً.